مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو موضوع الافتقار إلى الله عز وجل. فالعبد عبد والرب رب، شأن الرب الغنى وشأن العبد الفقر. شأن الرب أنه قوي وشأن العبد أنه ضعيف. شأن الرب أنه عليم وشأن العبد أنه جاهل. هذا هو الأصل، الرب رب والعبد عبد. ولكن لا بد من ملاحظة، كل المعاني التي قد تخطر على بالكم من كلمة افتقار المتعلقة بالفقر لا علاقة لها بهذا الدرس إطلاقاً. الافتقار مرتبة عالية جداً، هذه المرتبة تقابل مرتبة العبودية لله، العبد عبد والرب رب. حقيقتك، جوهرك، هويتك أنك عبد مفتقر إلى الله. القضية التي سوف أتابعها في هذا اللقاء الطيب ليست من باب الأدب، هي من باب الحقيقة. أنت ضعيف، يعني الإنسان بكل هيمنته، بكل شخصيته، بكل سيطرته، بكل عظم شأنه، حياته متوقفة على سيولة دمه. فإذا تجمد الدم في أدق أوعية الدماغ، في مكان أصيب بالشلل، في مكان أصيب بفقد البصر، أنت كل هيمنتك وكل قوتك وسيطرتك وكل شأنك متوقف على ضربات القلب. فإذا توقف القلب فجأة فأنت خبر بعد أن كنت شيئاً مذكوراً. كل هيمنتك وقوتك وحجمك المالي وسيطرتك وقوة شخصيتك متوقفة على نمو خلاياك، فإذا نمت نمواً عشوائياً أصبحت في خبر كان. لذلك أيها الإخوة، قد تكون الآن، دققوا، قد تكون من أغنى الأغنياء، وقد تكون من أقوى الأقوياء، وقد تكون من أعلم العلماء، وأنت في منزلة الافتقار إلى الله، هذا شأن المؤمن. وقد تكون من أفقر الفقراء، ومن أضعف الضعفاء، ومن أجهل الجهلاء، وأنت في منزلة الكبر. يعني للتقريب، أيام إنسان يأتيه ضيوف كثر ما في عنده شيء يقدمه لهم ضيافة، عنده كمية من اللبن قليلة جداً، أضاف إليها خمسة أضعافها ماء وشيء من الثلج، وقدمها شراباً سائغاً للضيوف. يعني هذا اللبن المحدود الكمية قبل خمسة أضعافه ماء وبقي شراباً سائغاً للإنسان. أما إذا أضيف لهذا اللبن قطرة نفط واحدة لا يشرب. فالكبر يتناقض مع العبودية، الكبر يتناقض مع العبودية، ومن أكبر الذنوب الكبر. قد تكون من أفقر الفقراء، ومن أضعف الضعفاء، ومن أجهل الجهلاء، وأنت في منزلة الكبر. وقد تكون من أقوى الأقوياء، ومن أغنى الأغنياء، ومن أعلم العلماء، وأنت في منزلة الافتقار إلى الله عز وجل. شأن المؤمن أنه مفتقر. أما الشيء المدهش، كلما تواضعت لله، كلما افتقرت إلى الله، كلما أعلنت عبوديتك لله، رفع الله شأنك ورفع ذكرك وأسبغ عليك هيبة لا يعرفها إلا من ذاقها. أيها الإخوة،
نحن جميعاً من دون استثناء مفتقرون إلى الله في وجودنا وفي استمرار وجودنا وفي إمداداتنا وفي حاجاتنا وفي قيامنا وفي قعودنا، في سمعنا وفي بصرنا، في عقولنا. إنسان له شأن كبير يصاب بلوسة في عقله، أقرب الناس إليه، أحب الناس إليه أولاده، يبحثون عن طريقة لإدخاله مستشفى المجانين بوساطة وبجهد كبير. فالإنسان مفتقر إلى الله بعقله، بسمعه، ببصره، بقوته. أنت حينما تمشي على قدمين، حينما تقضي حاجاتك من دون استعانة بأحد، حينما تنام، حينما تستيقظ، حينما ترى، حينما تسمع، حينما تنطق، حينما تفكر، أنت مفتقر إلى الله. وكلما عرفت عبوديتك لله كنت أقرب إلى الله، وكلما اعتدت بنفسك وقلت أنا خير منه، قالها إبليس فأهلكه الله. أليس لي ملك مصر؟ قالها فرعون فأهلكه الله. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، قالها قوم بلقيس فأهلكهم الله. إنما أوتيته على علم عندي، قالها قارون فأهلكه الله. يعني معنى الافتقار إلى الله، هذا المعنى يقابل العبودية لله. أخواننا الكرام، هذا الدرس نحتاجه كل يوم، بل في كل ساعة، في كل دقيقة. أنت تفتقر إلى الله يتولاك الله، تقول أنا يتخلى عنك. من نحن؟ النبي الكريم ومعه أصحابه وهم صفوة البشر، في بدر افتقروا إلى الله فنصرهم، وفي حنين قال بعضهم لن نغلب من قلة، اعتدوا بعددهم، اعتدوا بقوتهم فلم ينتصروا. أنت بحاجة إلى هذا الدرس كل دقيقة. أنا سمعت عن طبيب أعصاب، جراح أعصاب، المريض على الطاولة قبل إجراء العملية يصلي ركعتين أمام المريض ويقول يا رب ألهمني الصواب. يعني أنت بكل عمل، عمل في الطب، في المحاماة، في الهندسة، في التدريس، إذا افتقرت إلى الله جاءك المدد، إذا افتقرت إلى الله جاءك التوفيق، إذا افتقرت إلى الله جاءك النصر، إذا افتقرت إلى الله جاءك التأييد، إذا افتقرت إلى الله جاءك النجاح، جاءك الفوز. قل أنا في بلدة عربية كنت أزورها، حدثني أخ طبيب عن زوجته عندها ولادة معقدة عسرة، فاستشار أحد أطباء البلد النسائيين. النتيجة القصة طويلة بس ملخصها، لما طلب زوج المريضة من الطبيب أن يستشير طبيباً آخر، قال له أنا أعلم الأطباء في هذا المرض، بكبر ما بعده كبر. فيما سمعت أول حادثة في هذا البلد بعد الاستقلال تسحب شهادة طبيب من هذا الطبيب، ارتكب خطأ لا يرتكبه ممرض، وماتت الزوجة، أقام عليه دعوة، طلب منه استشارة من طبيب آخر. إذا قلت أنا تخلى الله عنك. درس نحتاجه كل ساعة، كل دقيقة، بتجارتنا، بوظائفنا، بأعمالنا، بسفرنا، بإقامتنا، بتربية أولادنا، بمعاملتنا لزوجاتنا. بتقول أنا بيتخلى عنك.
بتقول الله بيتولاك، فأنت بين التولي والتخلي. ببدر تولى الله أصحابه الكرام، أصحاب النبي الكرام، في حنين تخلى عنه، والآن إذا تخلى الله عنا لأننا وقعنا في الشرك الخفي نظن النصر يأتي من علاقة مع جهة قوية، من أن ترضى عني هذه الدولة أو هذه الدولة، أما حينما تعقد الأمل على الله عز وجل فأنت أقوى الأقوياء. أخواننا الكرام، يعني مراد القوم من الافتقار العبودية لله عز وجل، أن تكون عبداً لله حقاً، أن تتحقق من عبوديتك لله، أن تعرف هويتك، أن تعرف نفسك. الافتقار إلى الله يجعلك في أعلى درجات القرب، والافتقار إلى الله يجعلك في أعلى درجات القوة، وفي أعلى درجات الغنى، وفي أعلى درجات العلم. أن تعرف حقيقة ذاتك، أن تعرف من أنت، أنت عبد ضعيف، أنت قوي بالله، دقيق، ضعيف في نفسك، غني في الله، فقير في نفسك، عالم بالله، جاهل في نفسك. إذا تحققت من هذه المعاني اقتربت من مرتبة العبودية، أي من مرتبة الافتقار إلى الله. الآن النبي عليه الصلاة والسلام كان عبداً لله في أعلى درجات القرب، بلغ سدرة المنتهى، هذه المرتبة ما بلغها إنسان. ورد في بعض الأحاديث: سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه وأرجو أن أكون أنا، سلوا لي الوسيلة. قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى عبده في سدرة المنتهى، في أعلى درجات القرب. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. أيها الإخوة، كلما افتقرت إلى الله رفع الله قدرك، ورفع ذكرك، وأعلى مقامك، وألبسك هيبة ووقارا، وألقى في قلوب الناس محبتك، وألقى في قلوب الناس هيبتك، شيء لا يصدق. قضية العلاقة عكسية، كلما خضعت له رفعك. ألم يقل الله عز وجل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: ورفعنا لك ذكرك؟ هل هناك على وجه الأرض إنسان كلما ذكر الله ذكر النبي الكريم العدنان؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل يعقل أن يقسم خالق السماوات والأرض بعمر إنسان؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الحقيقة لبعض العلماء رأي دقيق أن هذا المعنى، معنى العبودية والافتقار، أجل من أن يسمى فقراً، لأن كلمة فقر تنصرف إلى أن إنساناً لا يجد ما كل حاجاته. ربما تكفف الناس، مرة ثانية، قد تكون أقوى الأقوياء وأغنى الأغنياء وأعلم العلماء وأنت مفتقر إلى الله، هذا شأن الأنبياء. يعني بعض الأمثلة: ربي، سيدنا يوسف، ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهم وأكون من الجاهلين. حتى في عفته وفي استقامته مفتقر إلى الله. سيدنا إبراهيم: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني الله عز وجل أقامك قيام حسن، وأنت من أسرة
راقية، لكن في أشخاص من أسر راقية حرفتهم ملها، فأنت الله أقامك مثلاً بالتعليم، طبيب، عمل شريف، بالتجارة، بالصناعة، عملك ما في عليه مأخذ، فإذا واحد شهد عمله فقد أشرك. المؤمن الصادق يشهد فضل الله عليه. أيها الأخوة، الإنسان أحياناً دققوا لجهله أو لحمقه يتقمص صفات الربوبية، بيقول لك لحم كتافك من خيري. هو البالغ، أنا هديتك، مين أنت؟ ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي. شوف العبودية لله. أخواننا الكرام، دون أن تشعر الموحد يقول لك الله فضل علي، الله أكرمني بها الزوجة، أكرمني بها الشهادة العليا، أكرمني بها البيت، أكرمني ووفقني، أكرمني بالصحة، أكرمني بالأولاد. المؤمن الصادق يشهد فضل الله عليه، وغير المؤمن إنما أوتيته على علم عندي، يقول لك كد يميني وعرق جبيني. يا سيدي، قد يكون واحد من أذكى الأذكياء يلجئه الله إلى التسول، من أذكى الأذكياء، مع الله ما في ذكي أبداً، في مستقيم، المستقيم موفق. حينما تقول أنا أعطي، أنا أمنع، أنا أعاقب، كأنك تقمصت صفات الربوبية، هذا يتناقض مع العبودية لله. صدقوا ولا أبالغ، المؤمن الصادق دون أن يشعر يقول الله أكرمني، الله هيئ لي هالبيت، الله دلني على زوجة صالحة، أكرمني بأولاد أبرار، يعني أي نعمة هو فيها يرى من خلالها فضل الله عليه. أيها الأخوة، سئل بعضهم متى يستحق الفقير اسم الفقير؟ فقال إذا لم يبق عليه بقية منه. فقيل له وكيف ذلك؟ قال إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. يعني هو وحده فقير لكن بالله غني، وحده جاهل بالله عالم، وحده أحمق بالله حكيم. هذا كله من إمداد الله عز وجل. ودقق، الناجحون من المؤمنين افتقروا إلى الله. أنا قرأت عن طبيب في أمريكا رفع لواء الجري، كان يجري في اليوم 20 كيلومتر، وألف كتب وألقى محاضرات وعمل ندوات تلفزيونية، يعني هو يرى أن الجري الصيانة الوحيدة للقلب، وهذا كلامه صحيح لا شائبة فيه، لكنه أله الجري فمات وهو يجري في مقتبل حياته. لا لأن الجري خطأ، لا أبداً، الجري صواب، بس إياك أن تؤله شيئاً، إياك. قل الله عز وجل وفقني. فإذا واحد له تدريبات رياضية شيء جيد جداً، بس لا يجوز أن يقول بالرياضة تعيش عمراً مديداً. أنا أقول دائماً لك عند الله العمر، بالرياضة تبقى واقفاً، من دون رياضة قد يمضي بعض أيام حياته طريح الفراش. فالرياضة ما لها علاقة بالعمر، لها علاقة بالنشاط والصحة. يعني أيام مرة واحد قال لي أنا ما بتأثر بالبنات أبداً، قال لي شيء دون اهتمامي مهما تكون جميلة، هو طبيب بمستشفى. قلت والله سيدنا يوسف كان أكثر أدباً منك مع الله. قال إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. افتقار جميل يرفع قدرك، يرفع شأنك، يقربك من الله عز وجل. المفتقر إلى الله لا يرى له علماً ولا عملاً، يرى فضل الله عليه. وأثر فضل الله عليه توحيده،
والعبودية له، فوجوده الله عز وجل منحك نعمة الإيجاد. يعني أحياناً إذا تصفحت كتاب طبع قبل ولادتي يأتيني خاطر أنه أثناء طبع هذا الكتاب أنت من؟ لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ ما لك وجود إطلاقاً؟ فصار في وجود، أنت تتمتع بنعمة الإيجاد وبنعمة الإمداد وبنعمة الهدى والرشاد. يعني في بالهند بشر يعبدون الجرذان، عندي تحقيق بصحيفة ألمانية، بناء فخم ومعابد ضخمة جداً، وفي ألف أو مليون جرز، ويأكلون الحليب والقمح، وعلى أكتاف العبيد عبيد الجرذان. في شعوب تعبد ذكر الرجل في اليابان، في شعوب تعبد موج البحر، في شعوب تعبد الشمس والقمر، في شعوب تعبد الحجر، والله عز وجل كرمنا وشرفنا بعبادة خالق السماوات والأرض. هذه نعمة كبرى، هذا من فضل الله عليك، أعطاك شكل حسن. كان عليه الصلاة والسلام إذا نظر في المرآة يقول الحمد لله كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ما في شيء منفر، خلق تام، تتحرك، تمشي، تتكلم، تأكل، تشرب، تسمع، ترى، الأجهزة صحيحة. أيها الإخوة، قال بعض العلماء هذه المنزلة لا تتناقض مع أن تكون غنياً. والله في كل غني محسن تشتهي الغنى منه، من تواضعه، متواضع، سخي، وفي إنسان قوي لكنه متواضع يرى فضل الله عليه. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. سيدنا عمر بن عبد العزيز اختار إنسان عالم، قال له كن معي دائماً، فإذا رأيتني ضللت فأمسكني من تلابيبي وهزني هزاً شديداً وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. قد تكون في أعلى درجات الغنى وأنت في أعلى درجات الفقر إلى الله، وكلما ازددت افتقاراً إلى الله زادك الله غناً، كلما ازددت تذللاً إلى الله زادك الله عزاً، كلما ازددت خوفاً من الله زادك الله أمناً، كلما ازددت حرصاً على طاعته زادك الله رفعةً، كلما خضعت رفعك، وكلما تكبرت وضعك. أبداً، علاقة عكسية، كلما خضعت لله رفعك، فإذا تكبرت وضعك. أيها الإخوة، قضية الغنى والفقر رؤية، رؤية. يعني هذا المقام لا يقبل تصنعاً. أيام إنسان يتلفظ بكلمات العبودية لكن في الحقيقة متكبر، يتلفظ بكلمات التواضع لكن في الحقيقة بطاش. أنا لا أريد كلمات تقولها، أريد أن تعيش معنى العبودية لله عز وجل. دخلت لبيتك، الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له، معك مفتاح بيت، أرضي عالي، كبير، صغير، ملك، إجرة، معك مفتاح بيت، بتفوت، بتنام، بتتحمم، بتاكل، تستلقي، تستريح، معك مفتاح بيت. مرة كنت بمدينة بأيام الصيف بعمل تجاري، يعني ما وجدنا فندق من العصر للساعة 12 بالليل ولا محل. لما قدرنا نفوت لمكان مسقوف وننام فيه تذوقت معنى الحديث الشريف الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له. هذه النعم يجب أن تراها وهي موجودة لا حينما تفتقدها. يعني بيننا لما كان في توازن قوى، تتذكروا
كان في معسكر شرقي ومعسكر غربي. هالدول الضعيفة تغازل دولة ثانية يجيها 1000 مليون، يجيها مليار، تغازل دولة أخرى يجيها مليار ثاني. هلا ما في غير عصاي أمام الدول الضعيفة، كان في فجلة وعصاي، هلا بس في عصاي. نعمة توازن القوى من نعم الله الكبرى، نحن ما انتبهنا لها، وقت كانت ما انتبهنا لها هلا افتقدناها. في توازن، يعني أيها الأخوة الكرام، كلمة رائعة جدا قيلت في حق الأنبياء، قال: كانوا أغنياء في فقرهم وفقراء في غناهم. أغنياء في افتقارهم إلى الله، وفقراء وهم أغنياء. هذه الصفات المتناقضة تحتاج إلى دقة في الفهم. الافتقار الحقيقي هو دوام الافتقار إلى الله على كل حال، يعني مو إذا أنت قوي تتكبر، أجت مصيبة بتتواضع، لا، هي شأن الناس، هي كل الناس، إذا كان قوي أو غني يستعلي. جاءه مرض، مرة قال لي واحد هيك غير معالم وجهه، قال لي: ما بينعاش بهالبلد. قلت له: ليش؟ قال: ما في بيع ولا في شري، صدق وأعرف أشياء عنه، كل صفقة بالملايين، وقت كان الدولار بثلاث ليرات، كل صفقة بالملايين، يعني دخله 100 ضعف عن حاجاته. قام مرض مرضى شديدة، زرته وفي قرابة لأنه، قال لي: أستاذ، الإنسان بكفي بالشهر 1000 ليرة، هي قصة بالسبعينات، صار بكفي 1000 إذا الله عافاني، إذا الله عافاني بكفي 1000. كان معه ملايين مملينة ما بينعاش. فالله عز وجل يصف المؤمن أنه شاكر، وأن هؤلاء الذين شردوا عن الله عز وجل ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول لك: ما خسرنا سنة 8 ملايين، يعني نقص ربحه 8 ملايين، كان 100 صار 92، لك خسرنا، ما يقول لك الله أكرمنا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أيها الأخوة الكرام، موضوع الافتقار موضوع مهم جداً، صدق ولا أبالغ، هو محصلة الدين، محصلة إيمانك، محصلة استقامتك، محصلة علاقتك بالله عز وجل. ليس معنى هذا أن تكون هيك متطامن، لا لا، مشى أحد الصحابة مشية فيها قيلاء، فقال النبي الكريم: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن. أنت أمام الطرف الآخر قوي، تعتد بإسلامك بقوتك، لا تساوم، أنت رقم صعب. إياكم أن تفهموا مني في هذا اللقاء الطيب أن المفتقر إلى الله هيك درويش، يعني أجدب، لا، في أعلى درجات الذكاء، في أعلى درجات القوة. أما بينه وبين الله عز وجل في أعلى درجات الافتقار إليه، افتقارك بينك وبين الله عز وجل، لكن أنت تبدو قوياً، تبدو متماسكاً. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أيها الأخوة الكرام، لهذا الموضوع تتم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا